رح أعطيكم اليوم نصيحة عن الفيتامين دي. كتير بيجينا مرضى بيعالجوا الفيتامين دي وبعد فترة بيرجعوا بعيدوا الفيتامين دي وبيطلع ناقص، بيرجعوا بياخدوا علاج مرة تاني. كتير مهم لما نعالج الفيتامين دي ونخلص الجرعة العلاجية نرجع نكمل على الفيتامين دي بشكل وقائي مشان مرة تاني ما يرد ينزل الفيتامين دي.